سلام الله على الجميع. أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط، في هذا الفيديو جبت لكم ملخصات لجميع دروس اللغة الفرنسية، يعني اللي راح تستفيدوا فيها في عملية المراجعة لشهادة التعليم المتوسط إن شاء الله. أتمنى حظ موفق للجميع، وإذا أردتم المزيد يعني من الشرح فيوجد فيديوهات في القناة أعمل على شرح هذه الدروس بطريقة ملخصة مبسطة وسهلة. أتمنى التوفيق لكم مرة أخرى.